السلام عليكم. اليوم حبيت نوري لكم هذا النموذج المعماري الرائع اللي نقدر يعني ناخذوه كمثال في مشاريعنا. وهذا النموذج اللي رانا نشاهد فيه هنا، نشوف التصاميم يعني والتوزيع العمراني يعني والفيزافي يعني كل التصاميم هذه اللي راني نشاهدها في هذا المشروع الرائع، مشروع سكني هائل. نخليكم يعني ما نقول لكم شوين جاي، هو ممكن يكون في دبي، ممكن تشاهدوه في دولة من دول أوروبا وأي دولة في العالم. وهذا يعني من أجمل التصاميم اللي شفتها في حياتي المهنية وفي حياتي يعني ككل. وفي الأخير يعني نعطيكم المفاجأة، تهيئوا للمفاجأة أن هذا الحي هو موجود في الجزائر، ويوجد بالضبط بولاية بومرداس في حدود مع ولاية الجزائر في منطقة ولاد موسى، إذن بالقرب من خميس الخشنة. إذن هذا الحي الرائع يعجز اللسان على الوصف، يعني لافينيسيون في أدق التفاصيل، يعني فيه واحد العمل رائع يعني بكل التفاصيل. نخليكم مع نهاية هذا الفيديو الرائع يعني على المشروع الرائع هذا، اللي حبذا لو يعني المسؤولين تاعنا يتخذوه كمثال يحتذى به في تصاميمنا المستقبلية. والسلام عليكم، أترككم مع النهاية تاع الفيديو، والسلام عليكم.